صباح يسوع، مبسوط كون معكم اليوم، والرب يعطينا كلمة من قلبه لقلوبنا. حلوة العبادة، حلو أنه نكون بحضرة الرب، أجمل من هيك ما في. يسوع بيغير الحياة، يسوع بيعطي فرح، بيعطي سلام، بيغفر لنا خطايانا، بيرتاح ضميرنا، منعيش أوايا، منعيش بثقة، ومنكون ناطرينه. يعني نحن مروح لعنده، يهو بيجي ونحن في سلام. حياتنا على الأرض لازم تبقى دايما شهادة، نخبر عن خلاص يسوع العظيم وشو عمل بحياتنا، وهذا يلي أنا رح أعمله اليوم. بإنجيل مرقس والإصحاح 2 من عدد 1 إلى عدد 12، ورح أقرأ مثل ما هي بالعربي، وأنتوا أكيد تلحقوني. مرقس 2 من عدد 1 إلى عدد 12. ودخل يسوع على كفرناحوم وعاش هونيك كم يوم، وسمعوا الناس أنه هو قاعد بأحد البيوت، فاجتمعوا وملوا البيت من جوا ومن برا، وكان يسوع عم بيوعظ لهم وخبرهم عن كلمة الله، عن الإنجيل. وإجوا 4 حاملين مفلوج، وقربوا من البيت ما قدروا يوصلوا لعند يسوع لجوا بسبب أنه كان في ناس كتير، فطلعوا على السطح تبع الأوضة وفتحوا السقف، وفي هونيك الحيط، هذيك الأيام كانوا يعملوا منطين ومجفف، كسروه ودلوا، يعني نزلوا المفلوج على الفرش تبعه، نزلوها قدام يسوع. ولاحظ يسوع قديش كان عندهم إيمان، قديش كانوا عندهم تصميم. اطلع بالمفلوج وقال له: أنا بغفر لك خطاياك. كان في ناس من الكتبة، وهودي علماء الشريعة، علماء الناموس، كانوا يهود وعلماء، كانوا موجودين هونيك، صاروا يقولوا بفكرهم: من هو هيدا؟ إن عم بيحكي شيء ضد الله، عم بيحكي، عم بيجدف. مين بيقدر يغفر خطايا إلا الله؟ كيف هو بيقول أنا بغفر لك خطاياك؟ وحس يسوع بروحه بجوا إنه عم بيفكروا هيك، قال لهم: شو عم بتفكروا أنتوا بقلبكم؟ أي أهون، إنه قل له مغفورة خطاياك، أو قل له قوم ومشي؟ أي أهون؟ أكيد الأهون إنه يقول له مغفور لك خطاياك، ما حدا رح يعرف شيء، بس يقول له قوم ومشي، هذه كتير أصعب. طلع فيهم وقال لهم: حتى تعرفوا أنه ابن الإنسان عنده سلطان على الأرض أنه يغفر الخطايا. اطلع بالمفلوج وقال له: قوم، حمول فرشتك، روح على بيتك. رأساً قام وحمل التخت، عفواً الفرشة، مش تخت، الفرشة، وراح قدام الكل، وصاروا الكل مدهوشين شو صار، وصاروا يقولوا: المجد لك يا الله، لأنه ما شافوا بحياتهم شيء مثل هيدا أبدا. هللويا، هللويا، آمين. ربي بارك كلمته إلنا اليوم. كان عمري 5 سنين، وأنا كنت عايش بمدينة كفرناحوم، وصار معي شلل لا إجري ولا إيدي، لساني بيحكي، دنيا بتسمع، قادر شوف، بس ما بقدر حرك لا إجري ولا إيدي. صار معي شلل، صار معي فالج،
وبعدين من هالعمر هيدا صاروا أهلي يحملوني حمل كل ما بدهم يحطوني بمحل، وعشت حياة صعبة. شوف رفقاتي الصغار عم بيلعبوا بينبسطوا وأنا مش قادر، كنت أتحرقص من جوا وأقول ليش أنا هيك. وبعدين صرت أكبر، صار عمري 8، صار عمري 10، وصرت أتعلم أنه في الله وأنه هو بيحبنا، وصرت أنا أقول إذا بيحبنا ليش أنا مشلول. صاروا يقولوا لي أنه الله قادر على كل شيء. طيب إذا الله قادر على كل شيء ليه ما بيقدر يصححني؟ ليه ما بيقدر يشفيني؟ فكنت صرت أفكر أكثر أنه ليش أنا هيك وليش الله ما بيشفيني. وصار عمري 12 وصار عمري 15، ودايما أهلي بيحملوني من محل لمحل. وبعدين في ناس من قريبنا شباب وأصحاب يعني بالحي كانوا يجوا مرات يقعدوا حوالي يسلوني يحكوا معي يخبروني قصص وهيك يعني نتسلى ونعمل حزازير وهيك، وهودي كانوا يحبوني فعلا. وبعدين كبرنا وهلأ أنا عمري 35، و35 سنة عايش بهالحالة. أنا بحب أمشي، بحب روح ألعب في حقول حدنا وفي بساتين وفي شجر، بحب روح أنبسط. طيب ليش أنا هيك؟ ومرة سمعنا أنه في واحد اسمه يسوع عم بيعمل بيعلم حلو وبيشفي الناس وعمل كم عجيبة، فتح عينين كم واحد أعمى، في كم واحد ما بيسمعوا حط إيدوا عليهم وصاروا يسمعوا، وصارت الأخبار تمشي في كل محل إنه هذا يسوع من عند الله جاي وبيعمل عجيب. وصاروا هالشباب اللي حوالي يجوا يخبروني يقولوا لي في يسوع هذا معلم والله معه وعم بيقدر يعمل عجيب، إن شاء الله يجي يزور ضياتنا، إن شاء الله يجي لعنا. ويوما إجا يسوع على كفرناحوم مطرح ما نحن عايشين، وصارت الناس تتوشوش بين بعضها وين سمعنا إنه إجا، وين ساكن. يمكن هو كان يخبي حاله شوي ما يقول وين، حتى لأنه العالم دايما على رأسه فوق بعضه، وين ما بيكون بتجمعوا 20 50 80 100 200 300 حسب ما تكون الضيعة كبيرة بتجمعوا كلهم، فهو بده يرتاح شوي، فكان يخبي حاله نتفي. بس بعدين الناس عرفت انه هو بهالبيت هيدا. ويوم ما لقيت إلا 4 من أصحابي اجوا قالوا لي يلا بدنا ناخدك لعند يسوع. انا كان اهلي حاطيني على فرشي يقعدوني علي على الارض هيك مددوني، عبكره ظهروني من البيت اذا في نهار شمس هيك حطوني برا، واذا في شتي او شيء حطوني جوا، واذا اصحابي بالحي هونيك بدهم ياخذوني كانوا يحملوني وياخذوني لعند الجيران نسهر هيك ويرجعوا يحملوني ويجيبوني. هيك أنا كنت عايش. أهلي فقراء عاديين، بس قدروا جابوا حرام ماش كبير طويل من هون لهوني، لفوا هيك طويوه هيك صار مثل تحتي قدر أقعد مثل الفرشة، قدر هيك نام عليها سميك شوي هيك يصير. وأنا كنت يعني مبسوط بهيدا ومش قادرين نجيب غيره يعني، بس إنه هيدا معنا وهيك كنا نعيش. إجوا هالشباب الأربعة من أصحابي قالوا لي هلأ بدنا ناخدك لعند يسوع وإن شاء الله بيقدر يشفيك، يلا. إجوا فتحوا شوي هالحرام وحملوني فيه
هني أربعة كل واحد حملني من زاوية ومشوا فيي مشوا فيي مشوا فيي مشوا فيي وأنا هيك من هيك قاعد ورا علي. أخذوني 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 ووصلوني لعند البيت يلي فيه يسوع، وشفتهم عم بيصرخوا بدهم يفوتوا، ما في طريق، ما حدا بده يفتح لهم، كل واحد بده هونيك بده يسمع، بده يسمع ما بده يزيحوا، يعني بدنا نفوت هذا الزلمة اللي عند يسوع. ما حدا أبدا كان يفتح الطريق، ما حدا كان يفتح له الطريق. بعدين هودي الشباب عندهم غيري ومتحمسين حلوين، أنا بخبركم يعني الله يرزقكم شباب مثلهم هيك كويسين وأصحاب حلوين، ما بيتركوا الواحد لمن يكون هيك بيضلوا حوالي وبيهتموا فيه، وأنا بشكر الله لحد هلأ مشان كل واحد منهم. قالوا لا ما في ما في ما فينا نفوت من هون على عند يسوع. أخذوني وراحوا من خلف البيت، وهونيك كان في هيك درج بسيط هيك حفة على جنب بيعمروه حتى يقدر واحد هيك يعربش، فهن الأربعة أخذوني وطلعوني وحملوني يعني تعبوا كتير حتى وصلوا على ظهر الأوضة، يمكن كان شي مترين ونص عالي. وهونيك شو بدهم يعملوا؟ صاروا يلاقوا خشب، يلاقوا شيء شالوا عزلوا عن السطح تبع البيت، ولاقوا هونيك مطرقة صاروا يخبطوا، عملوا هيك حفرة بالسقف وبدهم ينزلوني من هونيك لعند يسوع. وأنا عم بطلع فين شو عم بيعملوا مستغرب، طب هذا البيت مش لألكم، كيف عم تعملوا هيك؟ بس هودي عقلاتهم جبليات، بدهم يوصلوا ما في شيء بيمنعهم انه يوصلوا. كانوا مصممين عم يسمعوا عن يسوع، وقالوا اذا هلا ما بنغتنم هالفرصه هذا الشاب بده يضل مفلوش كل عمره، لكن اذا هلا نحن بنوصل لعند يسوع يسوع بيشفيه، وهيدا بيخلينا نرجع فرحانين، وهيدا شاب نحن بنحبه وبدنا اياه، بدنا اياه يخلص، بدنا اياه يصح. فنقبوا السقف، وشو بدهم يعملوا هلا؟ عملوا فتحه هيك، طلعوا بالحرام تبعي لقوه هيك واسع، فتحوه حطوني بقلبه، لفوني وحملوا من الزاويتين، دخلوا لي راسي بالاول بقلب هيدا النقر، وصار انزل بعدين نزلوا اجريي، وبعدين اني حاملين بالميلتين بهيدا الشرشف. وبعدين انا حسيت حالي عم هيك صرت عم بنزل شوي وشوي شوي وشوي حتى دقيت بالارض، فدقيت بالارض هيك وعلى ظهري، وشوي انفتح الحرام الشرشف عني انفتح هيك، وأول وجه شفته حلو، وجه حنون، وجه طيب، كثير طيب. شو هالشاب هيدا هيك عمره شي 30 بس مهضوم وحلو طيب، عيونه هيك بيحكوا ببين انه محب، انه حنون. اقولكم هيدا ايه؟ مش عارف كان فتح هيك، وبعدين صار يطلع لفوق. صرت اقول انا ليش عم بيطلع لفوق؟ هوليك بين راسهم من النقر هيك، صاروا يطلعوا، هو عم بيطلع فيهم، وحسيته كانه قدر إيمانهم، حسيته أنه حس قديش هني عندهم تصميم. معقولة أول مرة بحياتي بشوف هيدا، ناس بتفخت السقف من فوق وبينزلوه هيدا المريض لقدامي، طلع يسوع فيهم هيك. أنا حسيت أنه هيك عم بيقدر إيمانهم، وشوي طلع فيه يسوع هيك وقال لي
أنا بغفر لك خطاياك. أنا عم بسمع هالكلام، أنا بغفر لك خطاياك. أنا المفلوج، أنا المشلول، أنا خاطي. أي جرائم أنا عملها؟ كم قتيل أنا قتلت؟ كم بنك أنا سرقت؟ أنا مفلوج خطاياي. وهو قال هيك، أنا بغفر لك خطاياك. وأنا استغربت إنه هل أنا خاطي؟ أنا شو عامل؟ وهيك فجأة صرت أتذكر إنه فعلا أنا خاطي. صرت أتذكر كم مرة تزمرت على ربي، وصرت أقول وينك؟ ما بتشعر معي، ما بتحس معي، ليش تركني؟ ليش هاملني؟ أنت مش منيح، مش كويس. كم مرة أنا جدفت لأنه مش عم بصح، مش عم بشفى. وكم مرة بسبب حالتي كانت تطلع أعصابي وصير صرخ على أهلي وطلع كلام مش حلو على الماما وعلى البابا وعلى إخوتي وعلى الجيران. ومرات كنت حس أنه أنا بكره كل الدنيا، ما بدي حب حدا. ليش هن مناح وكويسين وصحتهم منيحة، وليش أنا متروك ومهمل، وأنا متألم، وأنا مفلوج ومشلول ومش قادر أتحرك. وفجأة حسيت أنه أنا خاطي كبير 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 كبير. ويسوع قال لي أنا بغفر لك خطاياك. شو ارتحت. حسيت مظبوط من جوا، حسيت مظبوط من جوا أنه أنا عملت حمام لقلبي ولضميري، أنه أنا نظيف. حسيت براحة. كنت حاسس تقل كبير على ضميري لأنه أنا خاطي، لكن هلأ حسيت أنه أنا انفرجت مرتاح. حسيت على حالي أنا اتبسمت، صار عندي ابتسامة على وجهي غريبة، صار لي زمان ما تبسمت، وهلأ أنا عم بتبسم، أنا فرحان. شو هالاختبار الحلو؟ شو بدي خبركم؟ اختبار حلو كتير أنا دقته هداك اليوم لما قال لي يسوع مغفورة خطاياك. فأنا شعرت بسلام، شعرت بمحبة بالطريقة اللي قال لي فيها مغفورة خطاياك. ما فيها لوم، ما إجا يقول لي أنت مش منيح وأنت كذا كذا وبعدين ما بعرف. لا، طلع فيي هيك، حس أنه أنا وضعي مكركب مش منيح، وبيعرف قلبي أكيد أنه أنا وين، أنا وبعيد عن الله وبتذمر وبسب وهيك. وقال لي مغفورة خطاياك. كان فرح كبير. وهلأ أنا بعد 20 سنة عم بخبركم هالخبرية، من وقت ما شافاني يسوع لحد هلأ بخبركم أنه أنا فرحان كتير لأنه يسوع غفر لي، وكل يوم بتذكر أنه هو غفر لي، وأنا عايش حياة جديدة لأنه يسوع غفر لي. أنا هلأ بمشي بروح وبجي بس يسوع غفر لي. صحيح يسوع غفر لي. فأنا كنت كتير فرحان بهداك الوقت. وبعدين صرت أسمع الناس عم تحكي حولي، أنا بعدني بالأرض ملقح على هالشرشة، والناس عم تحكي. صرت اسمع ناس عم بتقول شو عم بيحكي هيدا، شو عم بيحكي؟ عم بيقول مغفورة إلك خطاياك. بكل تاريخنا، بكل العهد القديم تبعنا، بكل الأنبياء، ولا نبي ولا حدا، ولا موسى ولا حدا إلا واحد مغفورة إلك خطاياك. هيدي الله بس بيعملها، ما في إنسان على الأرض بيعملها. مين هو هيدا؟
ولو هيك بيحكي هذا عم بيجدد. كيف بيقول مغفورة لك خطاياك؟ هذا عم بيتعدى على الحق الإلهي. بس الله بيغفر خطايا، من هو هيدا؟ وكانوا عم كانوا هيك عم بيتهامسوا بين بعضهم، وقال لهم يسوع أنا بعرف شو عم بتفكروا، أنتوا عم بتقولوا من هو هيدا اللي بيقدر يغفر خطايا الناس؟ أنا بحب خبركم أنه أنا ابن الإنسان، أنا ابن الإنسان، وابن الإنسان له حق له سلطان على الأرض أنه يغفر الخطايا. أنا بعدين قريت الإنجيل وعرفت أنه يسوع بآخر متى قال دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. يسوع عنده سلطان صحيح. أنا سمعتهم عم يحكوا وقال لهم ابن الإنسان، وهيك عمل بإصبعه هيك على صدره، ابن الإنسان عنده سلطان على الأرض هون يغفر الخطايا، وقال لهم هيك بكلمة صريحة، أي أهون؟ خبروني أي أهون؟ قل له مغفورة لك خطاياك. هيدا حكي بالهوى، ما حدا عارف، ما حدا شايف شيء، ما حدا عارف إذا هيدا مغفورة له خطايا أو ما عارف، ما حدا بيعرف. هيدا كلام هيك خاص يعني ما له فعل يتشوفه الناس، هذا شيء سري. بس أنا بحب خبركم أنه الأصعب أنه أنا أقول له قوم وامشي. إذا قام ومشي بيكون صحيح هالشاب غفرت له خطايا، وأنه أنا بكون عندي سلطان أغفر الخطايا بسبب أنه بتشوفوا بعيونكم أنه هالشاب وقف وقام ومشي. طلع هيك قال لهم هالكلام وطلع فيي، قال لي يا شاب قديش صار لك انت هون هيك مفلوج؟ قلت له تقريبا شي 30 سنة. انا شليت كان عمري شي 5 سنين، يمكن شل الاطفال ما بعرف شو كان معي، بس بعرف انه انا صار لي هلا 30 سنة مشلوج، هلا عمري 35. طلع فيه وقال لي قوم حمول الفرشة تبعك وروح على بيتك. وهو قال هالكلمة وما حسيت إلا قوة إلهية نشطت لي إجري ونشطت لي إيدي، وأنا يلي ما مشيت من 30 سنة ما بقدر أتحرك، حسيت حالي إنه قدرت هيك جلس وأبرم وقف. شو عم بيصير؟ دخيل اسمك يا يسوع، شو أنت عظيم، أنت جاي من عند الله تخلصني تشيلني تغفر لي تصححني، شكرا لك شكرا لك. أمت وصر ضبط بهالشرشف الواسع هيك، صر ضبط بضبط بضبط حتى صار مثل الأول، مثل الفرشة، مثل ما كنت أحمله وحملته وظهرت هيك بين الناس، والكل هيك واقف مندهش مندهش مندهش. وبحب لكم إنه لحد اليوم كل ما حكيت قصة حياتي وشهادتي قدام الناس، وكتير بنعزيم حتى أولى بالبيوت وهيك بالشوارع وعلى شط البحيرة وهي، وكل الناس بتندهش من عمل يسوع. أنا مش مصدق، أنا مش مصدق شو صار معي. هذا شيء عظيم، ويسوع غفر لي، أنا فرحان، يسوع شافيني، قادر أوقف بعد ما وقعت، هذا شيء عظيم.
يا يسوع انت مش بس بتغفر، انت بتشفي كمان. مش بس بتصحح الروح، بتصحح الجسم كمان. المجد لك يا الله، المجد لك لله يا الله. وانا صرت هيك بدي اظهر بين الناس وهني متعجبين فيي ويفتحوا لي الطريق. انا وجاي محمد ما فتحوا الطريق، بس هلا انا ظاهر كلهم فتحوا الطريق متعجبين فيي، وانا ماشي هيك وفرحان انه تغيرت وهيك. ولمن ظهرت خلصت من الناس هيك، يعني كان في ناس 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 وصرت يفتحوا لي يفتحوا لي يفتحوا لي. لمن صرت بالشارع هيك برات الناس، الاربع الشباب لقيتهم اجوا حوالي. نشكر الله، عملوا فرح كبير حوالي، صاروا يزقفوا يرقصوا هيك، ونشكر الله من شانك. عجيب نشكر الله. يسوع عظيم، يسوع عظيم، يسوع عظيم. وهلا نحن جبناك محمد، هلا انت بتمشي لوحدك، يلا نمشي ونشكر الله ونخبر العائلة ونخبر الحي عنا شو عمل يسوع هيدا، وتعالوا نمشي. وانا تذكرت شيء، قلت لهم بس في شيء لازم نعمله قبل ما نروح من هون. قالوا لي شو؟ قلت لهم انتوا طلعتوا خربتوا السطح، كسرتوا ونقرتوا، سويتوا شيء زبطوا؟ لا غير روح زبطوا بالاول ماشي، لانه ما منخرب الاشياء منشان نعمل شفاء ومنخليها، منرجع نصلحها. راحوا هالشباب كان عندهم ذوق، طلعوا على ظهر هالبيت، زبطوا البيت، زبطوا كل شيء حتى ما تنزل الشتي على الناس، وهيك طينوا هيدا ونزلوا اجوا اخذوني على البيت. وهونيك لما شافوني اهلي صاروا يقولوا المجد لله، المجد لله. شو صار معك؟ قلت لهم يسوع ما في غيره، يسوع ما في غيره، هو اللي بيغفر الخطايا. انا بخبركم يا اهلي انه يسوع غفر لي خطاياي. حاسس من جوا، حاسس بضميري مرتاح، حاسس انا غير شكل، حاسس مثل واحد صار له 30 سنه مش عامل حمام، ريحتي ما بتسوى بالمره، والقرف علي والكل شيء. وبعدين اجوا عملوا لي حمام، يسوع عمل لي حمام روح، نظف لي قلبي، نظف لي ضميري، مشان هيك عم بتشوفوني فرحان. وشوفوا مش بس غفر لي، صححني. وانا بشكره دائما يا اهلي، بشكره دائما. وبدي خبركم، مش هو عطاني الصحه، انا هلا بدي اروح خبر كل الناس عنه، مثل هالشباب الاربعه يلي معي، هودي الجيران والقرايب يلي حملوني، انا بدي اشتغل شغلهم. انا بدي اروح خبر كل الناس انه اذا في حدا بده غفران خطايا، يسوع بيغفر له، وبده يصح، يسوع بيصحح. فانا بدي اروح خبر كل الناس، يا بابا يا ماما يا اهلي يا قرايبي، انا بدي اروح خبر كل الناس. وهيدا صار يبرم من محل لمحل ويخبر كل الناس. وانا عم ببرم من بيت لبيت، وعزموني لعندكم حتى اخبر شو عمل يسوع بحياتي انا المفلوج. وهيدي القصه عم بخبركم اياها عن يسوع يلي غفر لي وشفاني. وبحب اقول لكل واحد منكم اذا بحب يصير مثلي مغفوره خطاياه وصحيح، يجي لعند يسوع، يجي لعند يسوع. واذا في مثلكم، اذا في بيناتكم مثل هودي الشباب الاربعه اللي حملوني اللي جيبوني لعند يسوع، انا بقول لهم لهودي اللي بروحوا بيجيبوا ناس لعند يسوع،
بقول لهم يعطيكم العافية، يسلموا إيديكم، كملوا هذا الشغل، ضلوا نحملوا الناس وجبهون لعند يسوع، ما في غيره بيصححنا، هو خلصني. وهيدي شهادتي بقلكن إياها قدام الكل، يسوع شفاني، يسوع غفر لي خطاياي، وأنا بدي أعيش عمري شاهد له. والرب يبارككم. يا بابا السماوي، نشكرك من كل قلبنا لأنك جمعتنا اليوم ببيتك حتى تباركنا، وأنت حطيت إيدك على رأس كل واحد منا وأمرت بالبركة. أنت حطيت إيدك على رأس كل واحد منا وقلت أنت إلي، أنت إلي. شكرا شكرا لأنك خصصتنا إلك، نحن شعبك، نحن غنم مرعاك. نباركك يا إلهنا الصالح، نشكرك لأجل الابن يسوع المسيح ابنك الحبيب يلي أنت أرسلته حتى يموت عنا على الصليب، يفتدينا بدمه الكريم، يطهر خطايانا ونصير ناس جداد لمن آمن فيه. وشكرا لأجل الحياة الجديدة يلي عطيتنا، ونحن منشكرك لأنك بعثت الروح القدس يجي على قلوبنا ويسكن فينا ويخصصنا ويكرسنا للمسيح ونعيش حياة القداسة بسبب وجوده بحياتنا. ساعدنا يا رب حتى نقدر عملك أيها الآب والابن والروح القدس، ونعيش إلك كل يوم أمنا، الفرح في داخلنا والشهادة على فمنا، والإنجيل نمشي فيه على إجرينا حتى نوصل لكل الناس. ما أجمل أقدام المبشرين. بارك هذه الكنيسة أيها الرب، أرجوك أن تبارك أعضاءها وكل من يصلي فيها، والعائلات وأولادنا وأحفادنا وقرايبنا، ويوصل الإنجيل إلهم ويحدث انتعاش في حياتنا وباللي حوالينا، وأعدادنا تكبر وتمجد اسمك العظيم. منحط قدامك راعينا الحبيب الدكتور شربجيان مدامته بالشفاء الكامل أيها الرب يسوع الشافي الشافي العظيم. نحن بين إيديك حياتنا، منصلي تعطي السلام بمصر وبسوريا وبالعراق وبلبنان، وما تسمح أي حرب توقف كل شيء أيها الرب، لأنك أنت إله السلام. بكفي دم، أنت الرب القادر على كل شيء. أعطينا سلام، حافظ على كنائسك، على خدامك، على أولادك، في كل مكان الخطر، في كل محل، وتعظم أنت بحياتنا دايما حتى الناس تشوف فينا يسوع ويأمنوا فيك أيها الرب. أنا بشكرك لأجل اليوم هيدا يلي أعطيتني فيها الفرصة حتى أقدم شهادة هذا المفلوج أمام إخوتي، ونفرح جميعا بعملك القوي في حياتنا، بروعة الغفران وقوة الشفاء. أنت الرب القادر على كل شيء، ويسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. باسمه يا أبانا باركنا، استجب صلاتنا ولك الشكر إلى الأبد. آمين.